رأي حضرتك في هزيمة الزمالك امبارح وأداء الفريق مع ميتشو؟ احنا قلنا مش اصلا ضايع، يعني مش الموسم مش بتاعه، بس للاسف الناس ما بتسمعش الكلام، الناس مفكرانا ان احنا بنهبد وخلاص. احنا لعبنا كوره يا جدعان يا رجاله، احنا لعبنا كوره. احنا لما نقول حاجه، هو اولا في مشمش وفلفل بتاع النادي الاهلي فايلر ده، ففي فرق كبير في الوقفه، في التشكيل، في التغيير، في المعامله مع اللعيبه. شوف الفرق بين الاهلي وبين الزمالك، شوف لعيبه الاهلي مثلا امبارح عايزه ايه، نازله عايزه تاخد 3 بونت، لعيبه الزمالك اول طبعا ده غصب عنهم ان اول 22 ثانيه بيخش فيهم هدف. طب فين انتوا، فين بعد كده؟ في انتوا حفظتوا ايه عشان تعملوه لما يكون هو معرض ان فرقه تجيب فيك جون واتنين؟ انت رد فعلك ايه؟ اتمرنت على ايه؟ بلاش ان انت رد فعلك ان جه جون في 22 ثانيه. طيب انت ايه اللي عملته في الشهر ده عشان ترجع نادي الزمالك؟ وانا قلت الكلام ده قبل ما اتوقف، قلت له الوحيد اللي مش هيستفاد في التوقف هو لا الزمالك، لان الراجل ابيض، راجل جه غلط، الزمالك اكبر منه. فطبعا قعدت ناس تشتمني وقعدت ناس تهاجمني، وانت هتعمل فيها يا مشيت معاك مش عارف في كاس العالم. يا جدعان دي رؤيه فنيه، انا مش مشيت، ما انا قايل على فايلر مدرب، من وقفته تعرف ان هو مدرب محترم، من تغييره تعرف ان هو مدرب محترم، عامل منافسه داخليه تعرف ان هو مدرب محترم. وبعدين هل ان انت مع كل الاحترام والتقدير امبارح يبقى عندك مصطفى فتحي قاعد على الدكه ان انت تستعين بيه في اخر تغيير؟ طيب انت دخل فيك جول، نزلت شيكابالا، ايه اللي استفاد اللي انت استفدتها من شيكابالا؟ المفروض اللي قاعد ده يبقى ورقه رابحه عندك. وخلي بالك ان هو تعادل مع فرقتين، اف سي مصر اخر فرقه، كان اخر فرقه انبي وقبلها اف سي مصر، دلوقتي بقت انبي ليها 4 بونت، يعني اخر فرقتين انت تعادلت مع واحده وخسرت مع، طب هتكسب امتى؟ يعني انت هتكسب امتى؟ انت لسه عندك المصري وعندك الاسماعيلي وعندك المقصه وعندك بيراميدز وعندك الاهلي، ده انت عندك مصايب، هتكسب امتى؟ بصمتك هتبان امتى؟ وبعدين انت خدت الشهر، الشهر ده انت عملت فيه ايه؟ ده الشهر ده انا مفروض من اول وجديد، ده انا ممكن الاعب عبد الشافي العبه راس حربه في الشهر ده، احفظه يعمل ايه والكلام، العبه راس حربه مع انها مش مكانه. انت عملت ايه؟ ولا الهوى. فانا شايف ان هو الزمالك كبير عليه، ومن بدري بدري كده الحق عشان تلم. هتقول لي هات مصري، خالد جلال اقسم